بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، نجدد لكم التحية من جديد ضمن انطلاقاتنا المتجددة هنا مع شوطنا المميز، وأيضا شوطنا الجعدان السادس ينطلق على حضراتكم مباشرة مع العابر عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي مع المركز الأول، التغيير مع المركز الثاني من غير. هناك شاهين خالد بن حمد الفارسي على المركز الأول، منطلق الفارسي من المراكز أيضا الأولى، المركز الثالث عودة مع أيضا هناك مخاصم جهاد بن محمد الشعيبي على المركز الثالث والمركز الرابع، شاهين محمد بن سعيد العمري على المركز الرابع والخامس المراكز، شاهين سعيد بن ناصر الوهيبي. هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة. عودة أيها الحفل الكريم إلى المراكز الأولى المنطلقة بهذه الأشواط الجميلة وهذه الأشواط المميزة. هنا مع المركز الأول من ينطلق بهذا الشوط، من يبحث عن الناموس، شاهين خالد بن حمد الفارسي على المركز الأول، المركز الثاني المتواجد مخاصم جهاد بن محمد الشعيبي على المركز الثاني، أما في المركز الثالث الوصول والتقدم للعابر عوض بن عبيد بن حمد الوهيبي. لكن أعود إلى الصدارة اللي طار مع البداية، اللي انطلق وحيد يغرد خارج السرب مع المركز الأول بقيادة ومتابعة شاهين خالد بن حمد الفارسي مع المركز الأول على الصدارة. هذا الشوط من يحقق ويبحث عن الناموس والانتصار الجميل، تهانينا والناموس لك الفارسي على هذا الأداء الجميل وشكل ونوع مميز يحقق هذا الناموس الجميل، تهانينا والناموس على هذا التألق الجميل والتألق المميز بقيادة شاهين خالد بن حمد الفارسي محققا هذا الناموس والانتصار، تهانينا على هذا الإبداع الجميل ومشكور الفارسي. المركز الثاني كان هناك مع مخاصم جهاد بن محمد الشعيب، المركز الثالث شعار ايضا بن حبيب بقياده شاهين محمد سعيد او شعار محمد بن سعيد العمري. دقيقتين و14 هو التوقيت الزمني لهذا الشوط.